خلينا كمان نروح لنجاح كبير قدر يحققه البطل المصري أحمد جابر في رفع الأثقال خلال مشاركته في دورة ألعاب البحر المتوسط. نجاح ده كان سبب في خطف البرونزية الأولى بعد رفع وزن 208 كيلوغرام. نجاح ده أكيد سببه أسرة قدرت إن هي تقف ورا ابنها تحفزه دايما عشان يوصل للقمة. خلونا نرحب بمدام فايزة أحمد والدة أحمد جابر. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وأنت طيبة ومبروك لأحمد. صباح النور، كل سنه وحضرتك طيب. الله يبارك فيك. تسلم. شكرا. شايفه ازاي نجاح احمد في تحقيق الميداليه البرونزيه رقم 20 لمصر بدوره العاب البحر المتوسط، واحساسك كأم مبسوطه فخوره؟ والله طبعا فرحانه بيه، وهو تعب وربنا الحمد لله اداله، فالحمد لله واللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. لعبه رفع الاثقال معروف ان هي يعني لعبه ليها مواصفات خاصه، خصوصا ليها تاثيرات مثلا على العظم، ليها شكل معين في الغذاء، اكيد كنت بتراعي الحاجات دي وحضرتك ابنك يعني بطل رياضي، بتعملي ايه؟ طبعا هو لها تاثير على جسمه وعلى عظمه وعلى كل حاجه، بس الحمد لله احنا بنحاول نراعي طبعا ان شاء الله الحمد لله في الاكل، بياكل حاجات معينه برضو ان هي تساعده ان تغذيه وكده. زي ايه؟ طب ما تعرفينا، غششينا كده يعني نظام الغذاء بتاعه، عايزين نعرف. هو يعني بياكل اكتر حاجه بروتين يعني. طبعا بيبعد عن الكارب، بيبعد عن السكر، طبعا الحاجات دي طبعا بيبعد عنها خالص، هو بس بروتين يديله طاقه وكده وبس. ازاي بتدعميه انت بقى كأم؟ يعني لما بيقعد كده في اوقات اكيد كلنا بيجي لنا بنبقى حاسين انه لا ده الموضوع صعب انا خايف، بتدعميه ازاي انت بقى كأم في الحته دي؟ طبعا انا كأم بدعمه، واهله كلهم بيدعموه، البيت كله وكل اصحابه بيجوا يشجعوه، وبنقعد نقول له طبعا يعني انت بطل وكده، فطبعا التشجيع بيبقى ليه حافز عليه كمان يعني. ما خفتيش من رياضه رفع الاثقال عليه؟ يعني خصوصا ان هي لعبه ربما بتصنف من انها الالعاب الخطره زي ما بيقولوا كده. لا هو الحمد لله ربنا يحميه ويحفظه، هو لعب طبعا بعد عمه، وعمه كان بيدربه واداله البدائيات وعلمه الاداء الصح وكده، وهو كمل الحمد لله وربنا يحفظه ويحميه وهو زيه. امين يا رب. طيب تقولي ايه بقى لكل ام بتتفرج علينا دلوقتي وعايزه تاهل ابنها او بنتها ان هم يكونوا ابطال؟ بقول لهم ادعموا ولادكم وقفوا وراهم، والبطوله برضو كويسه، وكل واحد بيبقى عايز حد وراه، وكل وربنا يصلح حالهم كلهم يا رب. وبشكركم جدا على اللقاء ده والله. احنا بنشكرك يا فندم، والف مبروك على هذه الميداليه مدام فايزه احمد والده احمد جابر بطل رفع الاثقال في بطوله البحر المتوسط. شكرا جزيلا لحضرتك.